هني طوال والعالم بتخاف منهم الافاعي السود، وهني اسلم افاعي بلبنان. وشوفوا هيدي لطولها 46 سنتي بالضبط، هيدي افعى فلسطين. هذا بيتعدى عمره هلا 3 سنين، هيدي عمرها 5 ل 6 سنين، طولها 45 سنتي. هلا تعرضت منا بنت اثيوبيه للدغ، وهي بمستشفى جبل عامل تشتغل عند ناس من بيت شهاب من تردبه، وبنتمنى لها السلامه والشفاء العاجل، الله يسترها، لانه هيدي افعى فلسطين من اخطر انواع الافاعي بلبنان. هيدي الحيه بتتغذى على هيدي الحيه، لازم واجب علينا الحفاظ على الحياة السود والحمر وعقد الجوز، الافاعي اللي غير سامه، لانه هي وجبتها المفضله هي افعى فلسطين، اللي هي بتقتل العالم ومضره للناس. نتمنى السلامه للجميع، وبنتمنى هيدا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، ينتشر، خلي العالم تفهم الصح من الغلط. يعطيك العافيه جميعا.